لندن محل الأسواق في إكوتي جروب. ينضم إلينا ديفيد، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. دعني أبدأ معك أولا من التحركات التي تتوقعها على الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار إلى الآن عند مستوياته الأعلى في 21 شهرا، مستفيد طبعا من التوجه له نحو كملاذ آمن، وأيضا من حقيقة طبعا تجديد السياسة النقدية من الفيدرالي الأمريكي. ما الذي تتوقعه مع ترقب بيانات التضخم، بيانات CPI، ومع لجوء الفيدرالي بحسب توقعات السوق لرفع لمعدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس في الشهر الجاري؟ أعتقد سوف نشهد استمرارا للارتفاع الحاد الذي شهدناه في الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. أعتقد أن هذا سيستمر بالنسبة التي شاهدناها منذ غزو روسيا لأوكرانيا منذ أكثر من أسبوع، وأيضا من تجدر الأهمية إلى أنه في اتجاه صعودي منذ منتصف العام الماضي. فيما يتعلق بالتضخم، التضخم كان بالفعل عند 7.5%، وهو أعلى مستوى في 40 عاما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ كان هناك هذه الحرب كان هناك ارتفاع كبير عند مستويات 14 عاما، وأيضا بذلك أعتقد أن هذا قد أثر على التضخم وارتفاع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة، وبذلك أعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع في CPI بأكثر من 10%. علينا نأخذ في الاعتبار أيضا أنه من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل ب 25 نقطة أساس، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى اللهجة التي سيستخدمها الفيدرالي، لأنه يرغب في احتواء مستويات التضخم العالية، وأنا متأكد أن هناك قلق من رفع معدلات الفائدة بشكل كبير وسريع على اعتبار عدم اليقين في أوروبا، لأن آخر شيء يرغب فيه الفيدرالي هو محاولة تنفيذ رفع معدلات الفائدة عدة مرات لاحتواء التضخم، وفي نفس الوقت مستويات التضخم العالية وارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولا يرغب أحد في أن يتم رفع معدلات الفائدة في هذا الوقت، وأيضا في بداية ركود اقتصادي عالمي. وهذا الركود الاقتصادي ربما يهدد المنطقة الأوروبية بالذات ديفيد، وخصوصا بحسب هشاشتها بعد أزمة كوفيد-19. واليوم البنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يجتمع يوم الخميس، وعلى الأغلب بحسب توقعات المستثمرين سيكون لدينا نبرة أكثر ربما تيسيرا من ما شهدنا سابقا خلال الفترة الماضية من البنك المركزي الأوروبي. أنا أريد التحدث معك على زوج اليورو فرانك سويسري، بما أنه جلسة اليوم عدنا above parity أو فوق مستويات التعادل، هل تعول على هذه المستويات وعلى قدرة اليورو الحفاظ على مستويات فوق التعادل مع الفرنك السويسري؟ أعتقد الاتجاه الهبوطي في اليورو السويسري هو أيضا بالطبع إن لم يكن هناك أي تدخل من البنك الوطني السويسري، وإذا كان هناك أيضا عندما كان هناك تدخل منذ 7 سنوات، والمستويات التي شاهدناها في العملة الأوروبية مقابل الفرنك السويسري والمستويات التي شاهدناها خلال تدخل من قبل البنك الوطني السويسري، أعتقد أن أوروبا أو منطقة اليورو أيضا متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا. إذا أكبر اقتصادات في أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا يعتمدان بشكل كبير على الصادرات الواردات الخاصة بالغاز الطبيعي، وهناك مخاوف في هذه الاقتصادات الكبرى، وأن موسكو يمكنها أن تقوم بإغلاق الصنبور ولا تقدم لهم الغاز أو النفط، ويؤثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية. ولا أرى أي ارتداد في اليورو مقابل الفرنك السويسري، وأعتقد أن الحركة الصعودية قصيرة الأجل وعلى المدى المتوسط والبعيد أعتقد أن هذا سيستمر. وأعتقد أيضا أنه في آخر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي قال أنه لن يستبعد ارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2022، وأعتقد أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية من المرجح أن نرى
تيسير كمي آخر وأن يكون هناك مزيد من التحفيز لمنطقة اليورو إذا كان هناك أي إجراءات جديدة. وأعتقد أن رفع معدلات الفائدة لم يعد خيارا أمام البنك المركزي الأوروبي خلال 18 شهرا القادمة. طب ديفيد، خلال الجلسات الماضية استفادت عملات السلع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي من ارتفاع أسعار المعادن البلاتينيوم البلاديوم النيكل اليوم يعني بجلستين 250% من الارتفاعات. اليوم الدولار الأسترالي على تراجع أمام الدولار الأمريكي، كيف تفسر تحركات الدولار الأسترالي في ظل من جهة نوع من التخبط الذي تعيشه الأسواق العالمية، ومن جهة ارتفاع أسعار المعادن بحكم أن أستراليا تعتمد بشكل كبير على صادرات المعادن؟ أعتقد أنه على المدى المتوسط والارتفاعات التي شهدناها في الدولار الأسترالي مقابل العملات المختلفة مثل الدولار الأمريكي أو الباوند أو اليورو كانت متأثرة بالحركات القوية التي شهدناها في المعادن، لا سيما المعادن الصناعية بلاتينوم والباليديوم والفضة والذهب أيضا. أيضا علينا نقول أن الاقتصاد الأسترالي من الناحية الجغرافية والاقتصادية بعيدا عن الصراع الأوكرانيا الروسي، وبالتالي هذا يضيف إلى الحركات السعودية التي شهدها والاقتصاد الأسترالي له انكشاف مباشر لا ينكشف مباشرة، وبالتالي هناك صعود، ولكن 24 أو 48 ساعة شهدنا تراجع للدولار الأسترالي وذلك بعد الذروة التي شهدها، ولكن هذا يعتمد على جني الأرباح وتوقف إطلاق النار المؤقت بين أوكرانيا وروسيا، وهذا ما أتاح المرور الإنساني، وهذا أدى إلى أن يكون هناك ارتفاع معتدل في أسعار المعادن، وبدوره أصبح هناك هدوء في تداول الدولار الأسترالي، ولكن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي سيستمر في الصعود على المدى المتوسط. شكرا جزيلا لك ديفيد ميدن، محلل أسواق في إيكو تي فيو.